نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحثوا من أين تتعلم الكهرباء، أنت في مكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح هذا الجهاز اللي تشوفونه في يعني الشاشة. إذن هذا الجهاز في الحقيقة يعني كاين بزاف المتتبعين اللي بعثوني هذا الجهاز، قالوا لي يعني إذا تقدر تفهمنا واش يدير، يعني وين نلقاه، كيفاش نبرونشيو أو طريقة التوصيل الخاص به. إذن بكل بساطة هذا يعني هو محول التيار أو الدي سي أو الترانسفورماتور دو كورون، باسكو كاين لي ترانسفورماتور دو تونسيون كاين لو ترانسفورماتور دو كورون. اذا هذا يعني لو ترانسفورماتور دو كورون او الدي سي، يعني الاختصار لي ترانسفورماتور دو كورون يسميولو جينيرالمون الدي سي. لو كان تروح لجوجل ديروا الدي سي نورمالمون يخرج لكم هذا الجهاز او هذا محول التيار الكهربائي. يعني ويعني وشنو هذا يعني المحول الكهربائي؟ بكل بساطة هو محول التيار، يعني من أهم عناصر المستخدمة في معظم مجالات الكهربائية. فنجدها في محطات الجهد العالية، يعني وين يكونوا مثلا في التوزيع أو يعني توزيع الكهرباء أو في البرودكسيو أيضا أو الإنتاج، يعني في محطات الجهد العالية والجهد المتوسط يعني لاموين تونسيو. وأيضا نجدها في دوائر التحكم يعني في لاكوموند ولو حتى الكهربائية الجهد المنخفض يعني لزربوار إلكتريك. يعمل هذا المحول التيار لإنتاج تيار كهربائي صغير على ملف الابتدائي عفوا على ملف الثانوي، بينما يمر التيار الكبير في الابتدائي. لذلك يستخدم هذا المحول التيار في تشغيل أجهزة القياس مثل يعني مثل الأمبيرمتر يعني لقياس شدة تيار الكهرباء، أيضا أجهزة الحماية والوقاية الكهربائية مثلا الروليات إلى آخره. وعادة نستخدم هذا يعني المحول عندما يزيد التيار الكهربائي عن 35 أمبير حتى 40 أمبير. يعني الآن نمر إلى نشوفوا يعني أنواع بعض الأنواع فقط، يعني كاينين اللي بعثوا لي المتتبعين وكاين اللي جبتهم في جوجل. إذا كما راكم تشوفوا الأول هذا، يعني إذا كان يتبعنا الأخ اللي بعث لي هذا المحول، إذا هذا محول أو التي سي أو سيتان ترانسفورماتور دو كورون أو محول التيار الكهربائي. إذا نشوفوا نوع آخر، إذا كما راكم تشوفوا هذا أيضا يتشبه، يعني يتشبه كامل. كاينين فقط اللي يكونوا على الشكل الدائري، كاينين يعني اللي مثل هذا، كاينين أيضا يكونوا يعني كاملين ما عندهمش هذا الدائرة، بصح يكونوا قطبين في الوسط. يعني مثلا يجي الطور نوصله في هذه الجهة وفي الجهة الأخرى يعني يخرج هذا الطور. إذا كما راكم تشوفوا يعني لهنا يفوت الكابل الكهربائي، لهنا نبرونشيو يعني الجهاز اللي حبينا نستعمله. هذا النوع آخر أيضا. الآن نمر إلى طريقة توصيل هذا الجهاز، يعني كيفاش نلقاهم يعني في ليزارموار إلكتريك ولا. إذا كما راكم تشوفوا رانا وجدنا هذا لي زاباراي. إذا كما راكم تشوفوا لهنا عندنا القطع اللي نستعملوه في المحركات الكهربائية، كما راكم تشوفوا يعني سيتان ديجونكتور موتور جي 3. هذا يعني محول التيار اللي ذكرناها من قبل، هذا محرك كهربائي. يعني نعطيو برك ليكزومبل كيفاش تلقاو يعني طريقه التوصيل. هذا الامبيرمتر اللي نلقاهم فوق يعني لوحه التحكم الكهربائي او لي زانوار الكتريك اللي تشوفوهم يعني نتحكموا في المصانع او في لي ماشين يعني او في الالات داخل المصنع. إذا طريقة التوصيل تكون يعني بهذا الشكل، يعني يجي الكابل الأول يعني مثل تعرفوا كامل يعني المحركات الكبيرة، يعني الـ HP
عفوا يعني المضخات الاش بي الى اخره، تلقاو المحركات الكبرى في المصانع. اذا عاده تلقاو يعني ثلاثه اسلاك او ثلاثه كابلات. اذا كما راكم تشوفوا يعني نبداو نوصلوا الكابل رقم واحد، اذا كما راكم تشوفوا يجينا من هذا القطب رقم واحد من الديجونكتور الخاص به من هذا المكان، يعني يجي يمر داخل هذه الدائره المستعمله او داخل هذا المحول الكهربائي اللي هو البريمير تاع هذا المحول، اذا يمر الى المحرك. يزيد يعني الكابل رقم 2 او السلك رقم 2 الى المحرك، ونزيد الكابل رقم 3 او السلك رقم 3 الى المحرك، فبالتالي تحصلوا على ثلاثة اطوار الى هذا المحرك. يعني لهنا استعملنا نقدروا نستعملوا لي 3 تي سي باش يعني نميزيريو الكورون تاع هذا المحرك. بصح حنا استعملنا يعني السلك واحد برك باش تفهموا برك يعني مبدا عمل هذا المحول. اذا كما راكم تشوفوا الان يعني خلصنا من توصيلات هذا المحرك، كما قلنا يعني يفوت داخل هذا الدائرة التي في يعني هذا المحول، يفوت يروح الى المحرك الخاص به. اذا حبينا نميزيريو لي طروا فاز هذو يعني نستعملوا ثلاثه تيسيات، يعني واحد نزيدو اثنين يتمر ايضا هذا الطور داخل هذا المحول، وثلاثه ايضا كيف يعني لازم نستعملوا لي طروا تيسي ماشي واحد فقط، يعني ثلاثة محولات لأن عندنا ثلاثة أطوار. لهنا استعملنا لطور واحد فقط باش تكون عندكم معلومة برك لطريقة التوصيل. إذا الآن نكملوا طريقة التوصيل، كيفاش يعني أنتم يعني تسألوا سؤال كيفاش يعني نوصلوا هذا الأمبير متر مع هذا المحول التيار. اذا هذو كما راكم تشوفوا لهنا الفوق يعني هذا سيتان بورني او قطب الاول، هذا قطب رقم 2 يروحوا الى هذا اللامبير متر، يعني يكونوا بهذا او لجهاز قياس شده التيار الكهرباء، يعني يجي بهذا الشكل، يعني السلك الاول يروح الى القطب الاول من الامبير متر او الجهاز قياس شده التيار. نزيدوا القطب رقم 2 اللي هو هذا كما راكم تشوفوا، رانا وصلناه باللون الازرق الى جهاز قياس شده التيار الكهرباء. اذا كما راكم تشوفوا رانا وصلناه بهذا الشكل، يعني عندنا الطور جاء من الديجونكتور دخل في وسط هذا المحول باش يكرينا الشومانيتيك او حقل مغناطيسي داخل هذه الدائره لهذا المحول، فبالتالي يعني في السيكوندار تاعو يريكوبيري هذا الشومانيتيك او هذا حقل المغناطيسي، يخلق لنا لا طونسيو او لا فوام تدخل تروح يعني تميزيرينا هذا شده التيار. نقدروا ايضا نستعملوا في مكان هذا الامبير متر يعني نستعملوا مثلا عداد الكهربائي اللي يحسب